عبد الجواد 10 دقائق والتعادل ما زال قائم، وهاجمنا اكثر من مره بس هجمه صينيه واحده كانت علينا امتكاسه سالم سعد عبد الله عبد ربه صلحها ورخص. يا سلام يا سلام يا حظك 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 يا اسمان حظك يا اسمان يا بابر بالجول. انا لنا بالجول صاروخ وطلعها الحارس الصيني ضربه ركنيه من مربع هناك من سين. انا شايفها رايحه زي الصيح على الجول. رافع الضربه الركنيه وبالراس بالراس الدفاعي وبالجول وبالجول. يا سلام يا ابو حميد يا سلاوي بعد 10 دقائق سنجهم بالجول الاول والمسلمين الصينيين والمسلمين الماليزيين هنا كل الملعب تتفع على اعلام السعوديه. يمكن تشوفوا بعضها ده احمد نفاوي وجول 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 وسجلنا الجول الاول. واحمد نفاوي براسه بقول له انا قبل شويه لو سمعتوني كنت بقول يا احمد اتقدم في الكورنرات كانه سمعني سبحان الله. واسمع الفيش براس شوف احنا قبل شوي تطلع عليه خش يا جماعه طلع الادريس ايه شوت برافو يا احمد الزلق احمد بعد جوه يكمل عليها واحد يغطي الثاني. يا سلام يلا يا ابو اجد يا حلاوه يا حلاوه يا ابو عوض يا عوض يا ابو اجد يلا يا ابو يلا يا ابو اجد يلا يا ابو اجد حط الكوره يا ضار يا ضار وبعد دقيقه واحده يا ابو اجد حبيبي يا ماجد يا حبوب يا ماجد يا حبوب. الجول الثاني من حوالي الدور واحد اثنين وترقيصه من ماجد يا عبد الله عبد ربه يلعبها لماجد ويجري ماجد ويحطها في الجول.